مرحبا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ في هذه الحصة سنتذكر معا الجمل الفعلية والإسمية. تعالوا نبدأ بهذا التمرين. اكتبوا كلمات تعبر عن الصورة. انظروا إلى الصورة الأولى. ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى أولادا يلعبون بماذا؟ بالطابة. انظروا جيدا، هذه هي الطابة. إذا لعب الأولاد، بدأت هذه الجملة بفعل لعب. لعب هو فعل يدل على حركة قد حصلت في الزمن الماضي. إذا لعب الأولاد بما؟ انظروا إلى هذه الصورة، لعب الأولاد بالطابة. إذا سأكتب بالطابة. لعب الأولاد بالطابة، وسأضع نقطة في نهاية الجملة. هذه جملة فعلية. لما هي فعلية؟ تذكروا، لأنها تبدأ بفعل. كل جملة تبدأ بفعل هي جملة فعلية. الجملة الثانية، نرى هنا صورة. هذه الصورة هي لشجرة، انظروا إليها، هذه هي الشجرة، وهي شجرة الزيتون. هكذا تكون شجرة الزيتون. إذا زرع جدي، ماذا زرع جدي؟ زرع شجرة زيتون. لا نقول زرع جدي زيتون، نقول زرع جدي شجرة زيتون. سأكتب شجرة. شجرة زيتون، وأيضا وضعت نقطة. انظروا جيدا، زرع جدي هي جملة تبدأ بفعل ولا تبدأ باسم. زرع هو فعل حصل في الزمن الماضي. إذا زرع جدي شجرة زيتون. الصورة الثالثة، هنا نرى هذا المبنى الكبير وهو المدرسة. انظروا، مكتوب مدرسة. عاد سامي ورامي من أين عادا؟ من المدرسة. المدرسة هي مكان. عاد سامي ورامي من المدرسة. سأكتب المدرسة. من المدرسة، وسأضع أيضا نقطة. عاد سامي ورامي من المدرسة، هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ فكروا معي، بما تبدأ هذه الجملة؟ بفعل. عاد، العودة، يعود. إذن هذا فعل أيضا حصل في الزمن الماضي، لذلك هي جملة فعلية. زارت دلال بيت، بيت من؟ انظروا إلى الصورة، هنا لدينا صورة عجوز. هذه العجوز هي الجدة، لكل منا جدته، أليس كذلك؟ إذن هي عجوز وشعرها أبيض وتضع أيضا النظارات. زارت دلال بيت جدتها. سأكتب هنا جدتها وسأضع نقطة. أيضا هذه الجملة هي جملة فعلية. لماذا؟ لأنها تبدأ بفعل. اشترى أبي، ماذا اشترى أبي؟ انظروا إلى هذه الصورة. اشترى أبي سيارة، وهذه السيارة تنقلنا من مكان إلى آخر. إذا اشترى أبي سيارة. يمكنني أيضا أن أضع لونها. اشترى أبي سيارة حمراء. سأكتب حمراء وسأضع نقطة. تذكروا، نقول هذا شيء أحمر وهذه سيارة حمراء لأنها مؤنثة. إذا اشترى أيضا هو فعل، لذلك هذه الجملة هي جملة فعلية. سأقرأ معكم هذه الجمل مرة أخيرة. لعب الأولاد بالطابة، سأضع كسرة أيضا، بالطابة. لعب الأولاد بالطابة. زرع جدي شجرة زيتون. عاد سامي ورامي من المدرسة. زارت دلال بيت جدتها. واشترى أبي سيارة حمراء.
وهذه الجمل كلها فعلية لأنها تبدأ بفعل. الآن انتقلوا معي إلى اللوح لكي نقوم بتمرين آخر. هنا على اللوح لدينا صورة، انظروا إلى هذه الصورة. هذه الصورة تمثل قرداً. اكتبوا ثلاث جمل أصف بها الشكل بجمل اسمية والتصرفات بجمل فعلية. إذن سنصف الشكل بجمل اسمية، أي بجمل تبدأ باسم، وسنصف التصرفات بجمل فعلية. سأبدأ أولاً. انظروا معي إلى هذا الحيوان. ما هو هذا الحيوان؟ تعلمناه في الحلقات السابقة، إنه القرد. هذا هو القرد، ونحن نعلم عن القرد أنه حيوان يحب الحركة، يحب أن يقلد الناس، يأكل الموزة، وهو حيوان دائما يكون ضاحكا. سنكتب بعض الجمل عنه. نبدأ أولا بالشكل بجمل اسمية. القرد، سأبدأ الجملة بالقرد. القرد حيوان، هل هو أليف أم لا؟ أم مفترس؟ هو حيوان أليف. إذن القرد حيوان أليف. سأضع فاصلة لأفصل أجزاء الجملة. القرد حيوان أليف. ما هو لونه؟ انظروا إليه. لونه بني. إذن هو بني اللون. القرد حيوان أليف وهو بني اللون. سأضع نقطة. هذه الجملة الأولى هي جملة ماذا؟ اسمية أم فعلية؟ اسمية. لماذا؟ لأنها تبدأ باسم القرد. القرد حيوان أليف. الجملة الثانية وهو بني اللون أيضا هي جملة اسمية. لماذا؟ لأنها تبدأ ب هو، وهو ضمير يدل على اسم ولا يدل على فعل. سأتابع هذه الفقرة حول القرد. سنبدأ الآن بتصرفاته، وسنتحدث عن التصرفات بجمل فعلية. ماذا نقول عن تصرفات القرد؟ القرد يحب الموزة. إذا قلت الجملة بهذه الطريقة تكون جملة اسمية. أنا أريد أن أجعلها جملة فعلية، لذلك سأقول يحب، سأبدأ بالفعل، يحب القرد أكل الموز. يحب القرد أكل الموز. إذن يحب هو فعل بدأت به الجملة، لذلك هذه الجملة تعد جملة فعلية. يحب القرد أكل الموز كما، سأضع فاصلة، كما ماذا يحب أن يفعل؟ يحب أن يقلد الناس. كما يحب أن يقلد الناس. إذن يحب القرد أكل الموز كما يحب أن يقلد الناس. ويقوم بما يقوم القرد؟ يقوم بحركات مضحكة. إذن ويقوم بحركات مضحكة. وسأضع نقطة. اقرأوا معي هذه الفقرة عن القرد. القرد حيوان أليف وهو بني اللون. هنا تحدثنا عن شكل القرد، إذن هنا نصف القرد. يحب القرد أكل الموز، التصرفات، كما يحب أن يقلد الناس،
ويقوم بحركات مضحكة. إذن يحب أن يقلد الناس وأن يقوم بحركات مضحكة. هذه هي الفقرة التي تحدثنا عنها. بعد أن وصفنا هذا القرد في هذه الصورة، سننتقل معا لكي نقوم بتمرين صغير. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. لنلهو ونتعرف على القرد والحمار، فنلعب ونمرح ونضحك باستمرار. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. أصدقائي، هيا نقوم بهذا التمرين. أحول الجملة الاسمية إلى فعلية والجملة الفعلية إلى اسمية. إذن هذا التمرين يتطلب منا أن نحول الجمل الفعلية إلى اسمية والاسمية إلى فعلية. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. تحدثنا عن أن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. ذهبت هو فعل بدأت به هذه الجملة. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. إذا أردنا أن نحول هذه الجملة من فعلية إلى اسمية، ماذا علينا أن نفعل؟ تذكروا، ذهبت هو الفعل والاسم منى. هذه الجملة تبدأ بفعل. إذا أردنا أن تصبح اسمية علينا أن نجعلها تبدأ باسم. الاسم هنا هو منى. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. سأضع الاسم في البداية. إذن منى هو الاسم، وضعته في البداية في بداية الجملة منى. والآن يمكنني أن أضع الفعل، منى ذهبت مع كلبها إلى الحديقة. نقطة. إذن منى ذهبت مع كلبها إلى الحديقة. منى هو الاسم، ذهبت هو الفعل، وبدأت هذه الجملة باسم، لذلك هي جملة اسمية. القرد يتسلق الأشجار. القرد يتسلق الأشجار، هذا ما يقوم به القرد، يقفز من شجرة إلى أخرى. هذه الجملة بدأت بالقرد، والقرد هو اسم أم فعل؟ فكروا معي، اسم أم فعل؟ هو اسم، لذلك سأحولها من اسمية إلى فعلية. القرد يتسلق الأشجار، هل هناك فعل في هذه الجملة؟ هل نجد فعلا؟ يتسلق 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 الأشجار. إذن القرد يتسلق الأشجار، يتسلق هو الفعل، سأضعه في البداية. يتسلق، من الذي يتسلق؟ الآن يمكنني أن أضع الاسم، القرد. يتسلق القرد، ماذا يتسلق القرد؟ الأشجار. وأضع نقطة في نهاية الجملة. إذن القرد يتسلق الأشجار هي جملة اسمية تبدأ باسم وهو القرد. يتسلق القرد الأشجار هي جملة فعلية تبدأ بفعل وهو يتسلق. هكذا نكون قد حولنا من الجمل الاسمية إلى الجمل الفعلية وبالعكس. التمرين الثاني، أرتب الكلمات لتصبح مرة جملة اسمية ومرة جملة فعلية. انظروا إلى هذه الكلمات معي. في الصيف أو في الصيف
الفلاح العنب قطف. إذن في الصيف الفلاح العنب وقطف جملة فعلية. إذا أردت أن أجعلها جملة فعلية، ماذا علي أن أضع في البداية؟ علي أن أضع الفعل. سأبحث عن الفعل، أين يوجد فعل في هذه أو بين هذه الكلمات؟ في ليس فعلاً، الصيف أيضاً ليس فعلاً، الفلاح هو اسم، العنب ليس فعلاً، قطف. إذن قطف هو الفعل، سأضعه في البداية. قطف، من الذي قطف؟ قطف العنب؟ كلا، من الذي قطف؟ من الذي قام بالفعل؟ الفلاح. إذا قطف الفلاح. ماذا قطف الفلاح؟ قطف الفلاح العنب. وسأسأل سؤالا آخر، متى قطف الفلاح العنب؟ هل تذكرون هذا السؤال؟ متى؟ على ما يدل هذا السؤال؟ على الزمن. متى قطف الفلاح العنب؟ قطف الفلاح العنب في الصيف. سأكتب في الصيف وسأضع نقطة. إذا قطف الفلاح العنب في الصيف. الجملة نفسها أريد أن أحولها إلى جملة اسمية، ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الجملة وأبحث عن الاسم وأضعه في البداية. قطف الفلاح، أين الاسم؟ الفلاح، سأضعها في البداية. الفلاح ماذا فعل؟ قطف العنب في الصيف. إذن الفلاح قطف العنب، هذه جملة اسمية تبدأ باسم الفلاح. الجملة الثانية، إلى فرنسا هاجر سامي. إذا أردنا أن نجعل هذه الجملة فعلية، علينا أن نضع الفعل في البداية. أين هو الفعل في هذه بين هذه الكلمات؟ هاجر. ما معنى هاجر؟ هاجر أي سافر إلى فرنسا وبقي هناك إما للعمل أو للدراسة. إذن هاجر أي سافر، سأضع هذا الفعل في البداية. هاجر، من الذي هاجر؟ سامي، سامي هو الذي هاجر، سأكتب سامي. هاجر سامي إلى أين؟ إلى فرنسا. عندما نسأل السؤال أين، عما نكون نتحدث؟ عن المكان. تذكروا، متى الزمان وأين المكان. هاجر سامي إلى فرنسا. إذا أردت تحويلها إلى جملة اسمية، ماذا أفعل؟ أبدل مكان الفعل بالاسم، يصبح الاسم في البداية. هاجر سامي إلى فرنسا تصبح سامي هو الاسم. ماذا فعل؟ هاجر إلى فرنسا وأضع نقطة. إذن هذه هي الجمل الإسمية والفعلية. هكذا نكون قد راجعنا معا ما تعلمناه في الحلقات السابقة. أريد منكم أن تتابعوننا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أراكم لاحقا. إلى اللقاء.